السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم معايا في حلقه جديده من قناه تيتانيك. يكون عندي لكم فيديو جديد وشرح جديد ومعلومه جديده كيف ما العاده. الفيديو اليوم ما غاديش نتطرق فيه حتى شي موضوع، ما غاديش نحط فيه حتى شي موقع، انما اليوم غادي نوريكم واحد الاثبات ديال السحب في واحد الموقع اللي يلاه نزلته مؤخرا بزاف، يعني اخر فيديو الناس اللي كيتابعوني. والبارح سبحان الله العظيم كان اول تعليق سلبي غادي نلقاه بسبب هذا الموقع هذا، يعني واحد الشخص قال لهذا الموقع بلي نصاب وكاذب، وانا جربت بزاف المواقع وسبحان الله يلاه البارح نزل لك التعليق هذاك الشخص اللي نزل لك تعليق سلبي. واليوم في الصباح، يعني ماشي في الصباح، تقريبا في وسط النهار مع الظهر هكذاك، توصلت ب 7 دولار من هذاك الموقع اللي قال لي دير نصاب وما كيدفعش. وانا سبق لي اكدت لكم بلي هذا الموقع راه صادق وبزاف الناس كيعرفوا منه. واليوم في هذا الفيديو دابا بغيت نوريكم غير اثبات السحب هذا الموقع هذا، باش نعطيكم واحد الطاقه يعني ولا واحد التحفيز باش اللي بغى يستثمر المال ديالو في هذا الموقع هذا، راه صادق وكاين بزاف ديال الناس كيعرفوا منه فلوس. وانا غادي نوريكم اثبات السحب قدامكم بعينيكم غادي تشوفوه، غادي نتوجه مباشره للحاسوب غادي نشوفوا اثبات السحب. كما كتشوفوا الموقع هو هذا اللي هضرت لكم عليه، كما كتشوفوا المبلغ اللي وصلت هو هذا 0.001، وزيد حسب من بعد بزاف ديال الارقام كاين مور الواحد. كما كتشوفوا الناس كياخذوا خطوط بزاف، اي شخص كياخذ شي خطوه كتطلع لك هنايا، وكاين بزاف ديال الناس يعني كيخدموا في هذا الموقع وكيديو منه فلوس ديال بصح، يعني كيديو منه الاف ديال الدولارات في الشهر، وهذا الشيء راه حنا هضرنا فيه في الفيديو السابق. بالنسبه للاخوه اللي يلاه دخلوا معنا مؤخرا وبغاو يشوفوا الفيديو هنخليكم تابعوا في صندوق الوصف ولا في الديسكريبسيون. فاليوم غادي نشوفوا غير اثبات السحب من الموقع هذا. كما كتشوف حد الادنى ديال هذا السحب هذا هو 0.006، عند الحد الادنى. انا باقي ما وصلتش لهذا الحد الادنى، يعني وصلت غير لهذا المبلغ هذا اللي هو 0.001، ورسلوا لي 7 دولار. ها نشوفوها في هذا المكان هذا، نجرب المكان هذا نضغط عليه. كما كتشوفوا هنايا السحب ديالي هو هذا الاولاني، اول سحب عندي في هذا الموقع هذا 0.0001، يعني واحد المبلغ اللي تقريبا 7 ديال الدولار، يعني هذا المال اللي دفع ليه الموقع، يعني يلاه دفعوا لي غير اليوم وصل لي اليوم. غادي نوريكم صوت المحفظه ديال البيتكوين، يعني هذا في الموقع كما كتشوفوا هذا هو السحب ديالي. وإلا جينا للمحفظه هي هذه، كما كتشوفوا عندي 7.017 دولار، يعني هما رسلوا لي بيتكوين، ولكن المحفظه كتعطيك الدولار كتعطيك البيتكوين، والبيتكوين مره كيطلع مره كيهود. حاليا وصل 7 دولار عندي ديك المبلغ اللي صرفوا لي، وربما يقدر يتزاد وربما يقدر ينقص. كما كتشوفوا المبلغ اللي توصلت به بالبيتكوين هو هذا، يعني البيتكوين كما كتشوفوا هنا 0.001 بيتكوين، وهنا كتساوي بالدولار 15 دولار كما قلنا. هاد الاثبات السحب بغيت نوري غير الاخوه اللي كيشككوا في هاد الموقع ولا اللي كيقول لك راه موقع نصاب، مع انني تلقيت تعليق واحد اللي قال لي نصاب، كان هاد التعليق غير البارح، وهو اليوم ربي جابنا الدليل القاطع يعني باش تشوفوا بعينكم وتعرفوا بلي الموقع راه صادق. ولكن بزاف ديال الناس كيستثمروا في هاد الموقع هذا، فانا بغيت نتوكل على الله هذه الفرصه ديالك. والفيديو اللي شرحت على هذا الموقع هذا راه غادي تلقاوه في القناه كما كتشوفوا، المقامه هي هذه. كما كتشوفوا الفيديو هو هذا اللي حطيته، ويلا حطيته هذه يومين، يعني كان قبل يومين هذا الفيديو هذا اللي شرحنا فيه هذا الموقع هذا. يعني الطريقه ديال العمل فيه راه ساهله وشرحناها، ما كدير حتى شي حاجه، كتدخل غير المحفظ ديال البيتكوين ديالك، وكتدخل واحد الرمز وكتخليه يبدا التعدين. كاين اللي كيقول لك لا ما يمكنش يعطيك فلوس غير هكذا، علاش ما يمكنش يعطيك فلوس؟ يعطيك، وكاينين بزاف اللي كيعطيوك اكثر من هذا الشيء هذا، يعني غير ما كنبغوش ندخلو في التفاصيل ونتعمقو اكثر، يعني كنوريكم في الفيديو غير الامور الاساسيه باش الانسان كيفهم. ولا بغيتي تعرف علاش الموقع كيعطيك هذا المبلغ هذا، تقدر تدخل تبحث في هذا الموقع هذا وتقدر تلقى تفاصيل اكثر كبيره، يعني ما يمكنليش نفتحها لك انا في الفيديو، فتاخذ منا وقت كبير بزاف. هو الشيء اللي كاين، يعني هذا غير تحفيز بغيت نعطيه لكم انا باش تعرفوا بلي الموقع راه صادق وكيدفع، وتمشتوا الدليل قدامكم. انا وريتكم انا اثبات السحب في هذا الموقع هذا في المحفظه ديال البيتكوين ديالي، وريت لكم في الموقع اللي حنا خدامين فيه ديجا، وغادي نرجع لكم المحفظه ديال البيتكوين تشوفوها، وغنعمل لكم ريفريش للمحفظه حيت نسيت. وربما بعض الناس غادي يشكوا في الامر، غادي يقول لك ما درتيش ريفريش للصفحه ديال المحفظه ديال البيتكوين ديالك، ربما شي مع دليل الفوتوشوب. فانا غادي ندير لكم ريفريش وغادي تشوفوه مره اخرى. غادي ندخل لهذا المكان هذا، غادي نجي لهذا المكان هذا، غندير لكم ريفريش الصفحه. كما كتشوفوا انا درت ريفريش، ونعاود ندخل مرة الثانيه للمحفظه ديالي، نضغط على تسجيل الدخول. كما كتشوفوا هو طلع دابا، كما كتشوفوا هي فين 7.19، يعني البيتكوين مره كيطلع مره كيعود، بعدين كانت 17 دابا رجعت 19. فانتم شفتوا بعينكم. اما بالنسبه للموقع، فالموقع ما عندي ما ندير فيه ريفريش، هو بيدو راه خدام، يعني هذا المبلغ اللي سحبت وهذا الحساب ديالي فين خدام كما كتشوفوا، يعني ما محتاجش ندير له ريفريش، هو اصلا خدام ديجا، كلشي كتشوفوا قدام عينكم. فهادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، كنتمنى من الله كنت وفقت في الشرح ديال هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله بالنسبه للانسان اللي باغي يخدم على راسو
وبغى يستثمر واحد المبلغ في هذا الموقع هذا. فالموقع راه صادق وراه كاين بزاف ديال الناس كيربحوا منه بزاف ديال الدولارات، وان شاء الله يا ربي توقعوا الافضل في هذه القناه هذه ان شاء الله. فاللي ما جا غادي يكون اعظم، حيت مخبي لكم بزاف ديال الحوايج مزيونين بزاف غادي يعجبوكم، وجايب لكم بعض المواقع اللي ما غاديش تلقاو الشروحات ديالها في اليوتيوب قسما بالله. يعني عندي بعض المواقع غادي نحطهم لكم في اليوتيوب ما غاديش تلقاو شي واحد كيهضر عليهم ولا شي واحد كيشرح لك الطريقه كيفاش تخدم فيهم او كيفاش تربح منهم فلوس. وحنا ان شاء الله القناه ديالنا تكون هي اول وحده غتحط هاد المواقع هادو، وداكشي ديال الاحتكار المعلومات في القناه راه ما غاديش تلقاوهم بصفه نهائيه. الحمد لله مأمن باللي رزق الله، واي حاجه كنستافدوا منها كنبغيو نفيدوا منها الغير. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف، وإلى نلقاكم في فيديو آخر. أستودعكم الله الذي لا تدعو دائما، والسلام عليكم ورحمة الله.